سيد الوزير كمسؤول أول على قطاع وزارة الجنوبية، ما هو ردكم على تصريحات الحكومة الفرنسية حول الاعتذار الفرنسي للجزائر؟ ردنا واضح في هذا المجال، كل ما يصدر عن الحكومة الفرنسية تجاه مواطنيها فهي مسألة داخلية ولا تعنينا، لكن كل مساس بثوابت الوطنية وكل مساس بتاريخنا الوطني سنتصدى له من خلال الكثير الكثير من الأعمال. ولعل حرص الجزائريين على إحياء هذه المناسبات الوطنية هي دليل واضح على تمسك الجزائري بتاريخه. وكما قلنا وأسلفنا أننا لسنا بحاجة إلى من يعطينا الدروس في هذا الموضوع، فالجزائريون قد لقنوا هذه الدروس في السابق لإدارة الاستعمار الفرنسي.